وإلى آخر الأخبار الخليجية والدولية، حيث وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفاقية تعاون مشتركة مع اتحاد المحامين الخليجي في مقر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بمملكة البحرين. نعم، وذلك بحضور رؤساء الوفود الخليجية ورئيس اللجنة الاستشارية للمركز والأمين العام لاتحاد المحامين الخليجيين. وتؤكد الاتفاقية على ضرورة تبادل الخبرات الفنية المشتركة بين الطرفين حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكل منهما، وأن يعمل الطرفان على تشجيع قطاع الأعمال والشركات على استخدام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات، مع تضمين شرط التحكيم في عقودهم مع الغير وفقا لقواعد وإجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تدريب وتأهيل المحكمين والخبراء وأمناء السر، وأن يضع الطرفان خطة تنفيذية للمشروعات والأنشطة والبرامج المراد تنفيذها بينهما. ناقشنا أهمية أن كيف نفعل هذا الاتحاد ويأخذ الصفة الرسمية الفعالة، سواء لدى الأمانة العامة لاتحاد مجلس التعاون الخليجي و لدى الجامعة الدول العربية مستقبلا. فكان هذا أحد المحاور المهمة التي علينا أن نأكد عليها. كذلك ناقشنا مسألة العضويات ودعم الاتحاد ماليا فيما بيننا، كذلك اهتمامنا المهني بإعداد وتدريب المحامين الخليجيين بحيث يكون هذا الصرح حالة من أحوال لم الشم وتدريب المحامين ورفع من شأنهم في مصاف الدول عالميا. كانت هناك رؤية لعقد مؤتمر كبير حقيقة، مؤتمر يضاهي المؤتمرات العالمية المتميزة، طرحه السيد الأمين العام لمركز التحكيم الخليجي، وهذا المؤتمر إن شاء الله سيرى النور قريبا بدعم أيضا من جميع جمعيات المحامين الخليجيين. نسأل الله التوفيق للجميع، ونسأل الله يعني دوام الأمن والأمان لمملكة البحرين.